سأسكب علبة النوتيلا في محضر الوافل، سيكون رائع. أوه، لم أترك ولا أي قطرة، والآن سأرميها، لا أحتاجها الآن. وقت التسخين. أوه، ماذا لو اندلع حريق؟ رهيب. لا، هذا غباء، لن يكون هناك أي نار. أقوم بالتشغيل بأقوى درجة حرارة. ما هذه الرائحة؟ هناك دخان حريق في المنزل، علي إحضار طفاية الحريق. أوه يا إلهي، لقد حدث ذلك، هذا أسوأ جداً ورائحته كريهة. سوف أطفئك الآن. ما الذي تفعله هنا؟ حان الوقت لإطفاء كل شيء. أوه، لقد أطفأته. شكراً جزيلاً، لكنك أفسدتي طبقي، لن أتمكن من أكل هذه الفطائر الرائعة الآن. ليس لدي ما أكله، أنا منزعج. إذن إلى التحدي. واو، كم هذا رائع، إنه بركان مذهل. من هناك؟ إنه أنا بيبا. هناك انفجار، ساعدوني، انقذوني. والآن ينزل حبل الإنقاذ من المارشميلو. إنه لذيذ. يا لها من فكرة حلوة. سوف أسحبه وأضع هذا الحبل الرائع في وعاء وأذوبه على هذا البركان. الآن دعونا نرى ماذا سيحدث. إنه حار جداً على اليدين، لكنه لذيذ جداً. وهنا تأتي النوتيلا. شهية، أخلطها مع المارشميلو. سأفعل ذلك بيدي. والآن لدي عجينة شوكولاتية حلوة جداً. يمكنني أن أقول أنه معجون اللعب الشوكولاتي، رائع. وأنا لدي سلايم عادي وأريد حقاً أن ألعب به. لقد أخفتيني، من المؤسف أنه سقط على الأرض، سألتقطه الآن. أيوه، مقزز، كل شيء أعلق به. لا أعتقد أنني بحاجة إليه الآن، سأرميه. انظر ماذا لدي. واو، انظروا كيف يمتد بروعة. نعم نعم، اقدم. أستطيع أكله؟ رائحته لذيذة، وهو لذيذ حقا وجميل. يمكنني أن أكل وألعب. سوف ألعب لعبة برج جينجا. انهار برجي بالكامل وخسرت، هذا مؤسف. ماذا يجب أن أفعل؟ سوف تساعدني علبة النوتيلا في التخلص من هذا الحزن. ما هذا؟ لا أهتم، سوف أكل النوتيلا. من هذا المشاغب؟ رجل ورق القصدير، خذ هذا، أنا ربحت. تعال إلي، تعال الآن. هذا مثير للاهتمام، هذه القطعة إضافية. الآن سوف أقوم بعمل نموذج للعب جينجا من هذه الرقاقة. الآن أقوم بصب النوتيلا هنا، وسأقوم بصنع لعبة رائعة يمكن أكلها. لكن بماذا سأسخن؟ بمكواة الشعر بالطبع، سأضعها هنا ويبقى فقط الانتظار. واو، يا لها من نتيجة ممتازة. والآن سأحضر الكثير من هذه القطع وأصنع برجاً. سيكون برجي حلو وعالٍ. أرش السكر البودرة فوقه وحصلت على برج جينجا لذيذ. سأري هذا لأليكس. كم هو رائع اللعب في غرفتي. إلى أي ارتفاع تقفز؟ انظر ماذا لدي. أيها المسكين، رأسي يؤلمني لكنني سأتذوق. شوكولاتة، إنه لذيذ جداً. أريد كل شيء، من المستحيل التوقف. كم أريد أن أكل هذه النوتيلا. لكن العلبة فارغة تماماً. يوجد بضع قطرات هنا، كم هي لذيذة. ماذا أسمع هناك؟ حليب، هذا مدهش. سأضع هذا الحليب في علبة النوتيلا وأصنع كوكتيلاً رائعاً للغاية. مخفوق الحليب الشوكولاتي هو أشهى المشروبات، يبقى فقط هزه وإضافة الأنبوب. الشطرنج صعب جداً، إنه بسيط للغاية. علي الخروج بحركة خارقة، ربما هذه. ما هذا؟ تدام، تفضلوا، أريد أن أشرب. لا، إنه ملكي، أنا سأستمتع بهذا الطعم الرائع. نعم، مذهل ولذيذ. وماذا عنا؟ حسناً، لنشرب جميعاً هذا الكوكتيل. نعم، نوتيلا لذيذة جداً. شهية، من هذا؟ دجاجة،
وهذه بيضة؟ بيضة عادية، لكن لدي فكرة. سأكسر هذه البيضة في النوتيلا وسأخلط كل شيء معا. سيكون لدي شيء مثير للاهتمام. سأصنع كعكة النوتيلا. الآن أنا بحاجة إلى قطعهم على ورق خبز وتسخينهم في الفرن. سيكون ممتع الورقة. لنضعهم في الفرن الآن. إذن هل هم جاهزون الآن؟ لا، ليس كذلك. أعتقد أنهم الآن جاهزون بالتأكيد. استعدوا، كعكة النوتيلا الخاصة بي. يجب أن أجربهم، لكنني سأرتبهم أولا بشكل جميل على الطبق. هذا مدهش، والآن سأطعم الجميع. أنا الفائز، أنا بطل دوري المحترفين. رمية خارقة، لكن ما هذا؟ كم يبدو الشهي. نعم، هذا لذيذ بشكل لا يصدق. أنت طهية ممتازة. ما الذي يجري هنا؟ غابة كاملة من الحيوانات، لكن هذا الحيوان يناسبني. إنه قالب، ولدي نوتيلا وهي لذيذة جدا. سأذوب النوتيلا في المقلاة. سيكون طبقا رائعا. أقوم بتقليبها لجعلها أكثر لزوجة. الآن جاهزة. أضيف إليها الجيلاتين الآن وأسكبها في هذا القالب الرائع. سيكون لدي حلوى غير عادية على شكل دب. يبقى فقط وضعها في الجليد. سأدعها تتجمد الآن. ربما هي جاهزة بالفعل. الجو بارد هنا. حان الوقت لإخراجك من أسر هذا الجليد. جاهز بالتأكيد، والآن سأضعك في وعاء. يا له من دب هلامي. أريد أن أريه لأليكس. لعبة اليويو، إنها ممتعة. يا له من دب ممتع ومضحك. أريد أن أجربه الآن. سوف أقدم رأسه. إنه لذيذ بشكل لا يصدق. نم نم نم. يا له من فيلم رهيب. ماذا سيحدث الآن؟ كم هو مشوق. ماذا علق بين أسناني؟ حبة ذرة؟ لكن لدي فكرة. تبقى لي نصف كوب من الذرة، وسأقوم بعمل دفعة أخرى من الفشار منها. الآن أريد الشوكولاتة. إنها صغيرة جدا. إنهم لطيفون. أعتقد أن هذا سيفيد طبقي. سأسكبهم مباشرة على الذرة، وسأحصل على طبق كامل من فشار الشوكولاتة. أغطية النوتيلا تطير. بوم. أما الآن أحرك قليلاً. أضع غطاء المقلاة وأنتظر. كم علي أن أنتظر؟ هل هم جاهزون بعد؟ لا؟ حسناً، سأنتظر قليلاً. أعتقد أنهم جاهزون الآن بالتأكيد. الفشار اللذيذ الشوكولاتي، هذا ما أحبه. كم هو ممتع. يجب أن أذهب وأشارك صديقي. السمكة تدخل إلى الحوض. كم يوجد مياه هنا. انظر ماذا لدي. فشار الشوكولاتة. واو، نجاح باهر. فشار شوكولاتي لذيذ مذهل. أنت رائعة كالعادة. نعم صديقتي، أكلمك لاحقا. ما هذا؟ جبل كامل من علب النوتيلا الفارغة؟ لكن لدي فكرة. سأحضر حقيبة الرسم والطلاء والبخاخات، وسألون هذه العلب الآن. الأصفر أولاً. بخة واحدة والعلبة جاهزة. الآن سوف أقوم بعمل أكثر دقة. سأرسم وجوهاً رائعة. بضع حركات والوجه جاهز. يا لها من ابتسامة. انظروا إلى العلب الجميلة التي حصلت عليها. أقود سيارة السباق. هاي، ما بك؟ انظر هنا، تستطيع وضع القطع هنا. مريح للغاية وأنيق. نعم حقاً رائع. هذا جميل، تفضل. لكن بقي لدي كلب جميل بالأبيض والأسود. هذا للكلب، علبة منفصلة خاصة. رائع يا أختي. لقد فاجأناكم اليوم بفيديو مضحك عن بريتني وأليكس. شاهدوا المزيد من مقاطع الفيديو المضحكة على قناتنا، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك معنا. وداعاً.